السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا أيها الأعزاء، ومع هذا الاختبار اختبار دين إسلامي، وأولا القرآن الكريم. هيا أبنائي الأعزاء لاختبار شهر نوفمبر إن شاء الله. يقول الله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. صدق الله العظيم. اكتب المحذوف، كتبنا المحذوف، اختر الإجابة الصحيحة. هيا ابناء الأعزاء نختار الإجابة الصحيحة مما أمامنا. نزلت سورة النبأ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ طبعا ابناء الأعزاء نزلت قبل الهجرة، قبل الهجرة. معنى كلمة مآبة طبعا كلمة ايه؟ منزلا. لمن أعد الله عذاب جهنم؟ للكافرين. أعد الله عذاب جهنم للكافرين. ثانيا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا، نستكمل أبناء الحديث، كانت كفارات لما بينهن. اكتب المحذوف، كتبنا المحذوف أبناء الأعزاء، كانت كفارات لما بينهن. اختر معنى كتب الله عليه، أثابه ولا فرضه ولا حاسبه؟ أثابه ولا فرضه ولا حاسبه؟ الإجابة الصحيحة أبنائي كتب الله عليه، يعني فرض عليه، فرضه. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يجب أن يتوضأ المسلم قبل الصلاة، طبعا أبنائي إجابة صحيحة. الصلاة من مكفرات الذنوب، إجابة صحيحة أبنائي الأعزاء، اكتبوها إجابة صحيحة. ثالثا العقائد، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أو الآتية: نزل القرآن الكريم للعرب ولا للأمم السابقة وللناس كافة؟ للناس كافة. أنزل الله الإنجيل سبحانه وتعالى الإنجيل على سيدنا نقط موسى ولا عيسى ولا داود؟ أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى. من حروف الإظهار: الياء والواو والعين والحاء ولا الراء والميم؟ العين والحاء أبنائي من حروف الإظهار. لماذا ضرب الله تعالى مثالا بالذباب في قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه؟ ضعف الطالب والمطلوب. صدق الله العظيم. طبعا أبنائي الإجابة ستكون لكثرة الذباب وضعفه ومهانته لدى الناس. ننتقل أبنائي بعد ذلك إلى السؤال رابعا العبادات. ضع علامة صح وعلامة غلط. الصاع وحده قياس، طبعا أبنائي الأعزاء قياس مقدارها 5 أمداد. الصاع وحدة قياس مقدار، وحدة قياس مقدارها 4 أمداد. هو بيقول لي 5 أمداد فخطأ، والصواب 4. والصواب إيه؟ 4. يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء، إجابة صحيحة، حتى تصح إيه؟ الوضوء وتصح الصلاة. بالصلاة تنصلح حياتنا وتطمئن نفوسنا وقلوبنا، طبعا أبنائي إجابة صحيحة. ما نواقض الوضوء؟ خروج شيء من السبيلين والسبلين، والنوم العميق، والقيء الكثير، وزوال العقل بالإغماء أو الجنون. ننتقل أبنائي إلى الاختبار الذي بعد ذلك، الاختبار الثاني في الدين الإسلامي، القرآن الكريم. وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. اكتب المحذوف، كتبنا المحذوف ابن الأحمر. ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء؟ أنزل الله عز وجل من السماء ماء كثيرا لينتفع به الناس. ضع علم الصح وعلم الغلط. حكم اللام في كلمة المعصرات، الإدغام، إجابة خطأ. لماذا؟ الإظهار حكمه إيه؟ الإظهار حكمه ابناء الأعزاء الإظهار، يبقى دي إجابة خطأ.
تتناول سورة النبأ دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون؟ طبعا أبنائي الأعزاء، إجابة صحيحة. بعد ذلك الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل محذوف، كتبنا المحذوف. اختر الوضوء شرط من شروط الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة؟ نختار أبنائي الأولى، وهي الصلاة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، علامة خطأ أمام العبارة الخطأ. لا يصح الوضوء بالماء النجس. إجابة صحيحة أبنائي الأعزاء، لا يصح الوضوء بالماء النجس، صح. يجب أن تكون الماء طاهرة. إسباغ الوضوء من أسباب دخول الجنة، صح أبنائي، إجابة صحيحة. ثالثا العقائد، أجب عما يلي. ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة، علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. تتصادم كواكب المجموعة الشمسية والنجوم في مساراتها، إجابة خاطئة أبنائي الأعزاء. تتصادم كواكب المجموعة الشمسية والنجوم في مساراتها، إجابة خطأ. يندم الكافر يوم القيامة ويتمنى أن يكون ترابا، إجابة صحيحة أبنائي، وهذا ما ورد في آخر سورة النبأ: يا ليتني كنت ترابا. رقم 3 اتباع منهج الرسل من أسباب دخول الجنة، إجابة صحيحة أبنائي الأعزاء. ما ثواب تلاوة القرآن الكريم؟ من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يضاعف من يشاء. ننتقل أبنائي إلى رابعا، أختار الإجابة الصحيحة، أختار الإجابة الصحيحة. من فرائض الوضوء الموالاة ولا التسمية ولا السواك؟ طبعا أبنائي الأعزاء الموالاة، يعني تتتابع من البداية حتى تصل إلى النهاية، هذه هي الموالاة بدون أن تتوقف. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ولا دخول الوقت ولا العقل؟ طبعا أبنائي الأعزاء من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، صحيح لازم تستقبل القبلة، ودخول الوقت برضو صحيح. يبقى الاثنين أبنائي الأعزاء، لا أعلم كيف جاء هذا السؤال، وإنما الاثنين صحيح، يبقى نختار الاثنين صحيح. من الماء الطهور ماء البرك ولا المطر ولا الصرف؟ طبعا أبنائي من الماء الطهور اللي هو ماء المطر، ماء المطر. اذكر اثنين من آداب قضاء الحاجة. نقول أبنائي الاستتار عن الأنظار، يعني عند قضاء حاجتك، في عندما تكون في الخلاء في الصحراء أو في المزارع أو في أي مكان خالي، فيجب عليك أن تستتر عن الأنظار. تاني حاجة تنظيف المكان بعد الانتهاء من قضاء الحاجة. ننتقل أبنائي إلى اختبار ثالث القرآن الكريم. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما حكم التنوين في الكلمة التي تحتها خط في الآيات؟ عطاء حساب، هذا أبنائي الأعزاء إظهار حلقي. ضع علامة الصح من الغلط. يتمتع المتقون في الجنة بالحدائق والأشجار والبساتين، إجابة صحيحة أبنائي. جعلنا الله ووالدينا ووالديكم من أهل الجنة يا رب العالمين، ممن يتمتعون فيها، آمين يا رب العالمين. سورة النبأ من السور المكية، إجابة صحيحة. أكتب من سورة النبأ من قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، إلى قوله: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يقول الله سبحانه وتعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله العظيم. ثانيا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن. اكتب المحذوف من الحديث الشريف، كتبنا ابن. اختر معنى كتب الله. كتب الله سجل ولا فرض عليه ولا قدر؟ طبعا ابنائي فرض عليه، بنكتب نختار ابنائي فرض عليه. اذكر اثنين من فضائل الصلاة، نكتب ابنائي العزاء:
الصلاة تكفر الذنوب، إنها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. بعد كده يا ابنائي الأعزاء السؤال الثالث في العقائد، تعالوا نشوف يا ابنائي الأعزاء، بيقول لي ضاع علامة الصح وعلامة خطأ، الكتب السماوية ترشد الناس إلى السعادة في الدنيا والآخرة، إجابة صحيحة. الشمس سراج يضيء الأرض، إجابة صحيحة. التفكر في خلق الله يساعدنا على معرفة الله القادر، إجابة صحيحة. ما اسم الكتاب الذي أنزل على سيدنا إبراهيم؟ الصحف. الصحف. رابعا العبادات، ارسم دائرة حول سنن الوضوء فيما يأتي: غسل الكفين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين والنية والتسمية والمضمضة. طبعا أبنائي غسل الكفين احنا هنختار دلوقتي ايه السنن، زي ايه يا أبنائي؟ غسل الكفين والتسمية دي من سنن ايه؟ من سنن الوضوء. أما المضمضة وغسل الرجلين فدي فرائض. ما واجبنا نحو الماء أبنائي، والمضمضة كمان أبنائي، بغسل الكفين والتسمية والمضمضة. ما واجبنا نحو الماء؟ واجبنا نحو الماء المحافظة عليه من التلوث وترشيد استهلاكه. كده يا أبنائي نكون وصلنا معكم إلى نهاية هذا الاختبار. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأرجو منكم أبنائي الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، جزاكم الله خير الجزاء، وانتظروني في اختبار قادم بعد قليل.